اهلا بيكم في كورس فاينانس اليمنت اناليسيس. زي ما اتعودنا ان احنا الكورس ده ان شاء الله بيبقى اكتر المحتوى اللي بنقدمه بيكون عملي اكتر من هو ثيوريتيكال. بنبدا ان احنا ناخد بعض التطبيقات العمليه اللي موجوده في الحياه بشكل عام، ونبدا ان احنا نعمل لها سيميليشن باستخدام السوفت ويرز المختلفه. زي قلنا ان احنا هنبدا نشتغل سوليد ورك في الاول، هنتعرف على الانترفيسنج بتاعته كويس، هنعرف البري بروسيسنج اللي هنمشي عليها سواء بالسوليد وورك او انسز، كلهم بيوصلوا نفس الغرض مع اختلاف البري بروسيسنج، مع اختلاف الانترفيسنج، وطبعا مع اختلاف الريزلتس. كل ما البري بروسيسنج تبقى اعلى، كل ما يبقى الريزلتس تطلع اكيوريت. وده اللي هنعرفه، الفرق ما بين سوليد وورك انترفيسنج او انسز انترفيسنج، وهنبدا نشوف الفرق ما بينهم. بس في البدايه خالص، في السكشن التاني لينا اللي هو خاص بالتوتوريالز الخاصة بالسوفت ويرز نفسها، هنبدأ في البداية نشوف مسألة أو حاجة أقرب للواقع. ممكن ده يكون موجود في بعض التطبيقات موجود. هنبدأ إن احنا نعمل موديلنج في البداية، ودي أول خطوة في البري بروسيسنج. وبعد كده زي ما قلنا بنديفاين الماتيريال زي ما احنا شفنا في السيشن بتاعت المرة اللي فاتت. هنبدأ نديفاين الماتيريال، وبعد كده ببدأ استخدم البري بروسيسنج الخاصة بالسوفت وير تابز اللي احنا اتعرفنا عليها كانترفيسنج برضو في السيشن اللي فات. فلو بصينا للبارت اللي قدامنا او الموديلنج اللي قدامنا، هو عبارة عن رود. الرود دي مختلفة في السيكشن كسيكشن ديامتر. اول رود عندي اللي هو رقم واحد الديامتر بتاعه 22 ملم، و الرد التاني ملحوم فيه برضو، هما كلهم حتة واحدة بس ده واخد قطر مختلف. طبعا بيتعمل ازاي؟ ده بيتخرط، يعني الجزء ده بيتخرط قطر 20، وده برضو بيتخرط قطر أقل شوية 15، فكلها حتة واحدة. طبعا لو هما نفس الماتيريال فخلاص كده. طيب يبقى دي 2 15 مليمتر بيأثر على البارت ده 2 لود. أول لود عندي 30 كيلو متر وبتأثر في اتجاه الشمال، وده معناه ان انا عندي الفورس دي لو جيت صنفتها هصنفها ككمبريشن فورس، بتاثر في اتجاه الضغط. ليه؟ لان انا مثبت الجسم عندي من الشمال. فبالنسبه للاكسيال لود اللي عندي، طبعا نوع اللود ده بنسميه اكسيال لود، الديفورميشن بتاعه بيكون في اتجاه الاكس، تمام. كذلك برضو فورس تانية بتاثر في اتجاه اليمين، بتعمل تنشن فورس 10 كيلو نيوتن قيمتها. طبعا لو خدنا كنت فورس، حصيله الفورس دي هتكون 30 ناقص 20 قيمتها 20، 30 ناقص 10 يعني 20 كيلو نيوتن، وبتأثر في اتجاه الشمال ناحية الفرصة الأكبر، وبالتالي المحصلة بتاعتهم هتديني compression force. ده معناه لما أجي أشوف الإلونجيشن، طبعا مش هيبقى الإلونجيشن، هيبقى الديفليكشن أو الديفورميشن اللي بيحصل هيكون في اتجاه الشمال. ده معناه إن اللي بيحصل هنا عندي في البارت ككل بقى على بعضه تحت تأثير القوتين دول أو التو فورسز اللي عندي بيكون compression force. ده اللي بيحصل كفورس، واللي بيحصل برضو كتغير على الماتيريال او كديفورميشن بيحصل في اتجاه اللي هو ناحيه اتجاه الضغط نفسه، تمام. طيب انا بالنسبه للمساله لو اعتبرناها كمساله اقدر احلها ثيوريتيكال، مساله بسيطه جدا مش هتاخد منك اي حاجه، بس تعال نحلها بقى على البرنامج اللي عندي. وطبعا طالما هي مش معقده فهيطلع لي نواتج قريبه جدا للمسائل او النواتج انت هتعطاها لما جيت تحلها الثيوريتي. طيب وطبعا البارت ده يعتبر لما نيجي نعمل له موديلنج جيومتري يعتبر تصنيفه 1 دي اليمنت، حاجه بسيطه جدا، لا هي 2 دي ولا 3 دي اليمنت، لا ده 1 دي اليمنت. وطبعا عرفنا ال 1 دي اليمنت كما عرفناه قبل كده ان هو نسبه الطول بالنسبه للكروس سيكشن او بالنسبه للسكشن سيكنس بتكون نسبه كبيره، فبالتالي اقدر اصنفه ك 1 دي اليمنت، وبالتالي البرنامج وهو بيحله مش هياخد مش هيستهلك منه وقت في الحل. خلينا نبدأ نرسم البارت اللي عندي. أول حاجة هرسم رود، الرود ده قطره 20 ملم واللينس 300. خلينا نروح للبرنامج. أبدأ زي ما قلنا، لو أنت أول مرة بتتعامل مع البرنامج فارجع بقى في الشانل عندنا للبيزكس خاصة بالسوليد ورك كديزاين. أول حاجة بتعملها إن أنت بتبدأ تشوف اليونتس بتاعتك، فهي بالمليمتر والجرام والسكند. أبدأ آخد بلان أرسم عليه وسكتش، وبعد كده سيلكت السيركل ده الكروس سيكشن بتاعي، اديله الاريا الاريا هنا، او هو بيديفاين از ديامتر، او اداك الاريا فتقدر تطلع منها الديامتر بسهوله. فبالتالي الديامتر هنا 20 مللي متر.
هيبقى هنا ديامتر 20 مللي. وبعدين هرسم سكتش تاني جوه ده للدايرة الأصغر أو الرود الأصغر منه، وهو 15 مللي متر، 15 مللي متر. بعد كده أضغط أوكي. طيب هبدأ أول حاجة، روح على الفيتشر تاب أو الفيتشر ويند، روح الاكسترود، بعد كده هختار، أروح على سيلكت كاونترز واختار الاتنين مع بعض، بعد كده هديله طول، وهو أول طول عندي كان 300 مليمتر. ضغط أوكي. طيب بعد كده أعمل الرود اللي هو الكروس سيكشنز المختلفة، وهي 15 وطول 200. طيب خلاص أنا كده كده عامل 15 في السكتش، أروح بس الإكسترود وأختار السكتش نفسه، أروح على سيلكت كاونترز وأقوم أختار، هلغي السكتش ده وأقوم أختار الإيه السكتش اللي في النص. ممكن إن أنا أعمله بس أعمله ميرور الناحية التانية، أو قصدي أعمله ريفرس، هديله الطول بتاعه اللي هو 200 مليمتر. كده يبقى انا عملت الديزاين او الموديلنج. طيب دلوقتي هبدا اعمل سيميليشن، واول خطوه قبل ما نعمل سيميليشن قلنا خلاص عملنا الموديل، هبدا ان انا اديفاين الماتيريال. الماتيريال اللي هو مديها لي الوي ستيل، اروح على ماتيريال نون سبيسيفايد، ممكن انا ابدا اعرفها، اروح على الستيل وادور على الوي ستيل، اقوم دايس ابلاي، الاقي الماتيريال خدت لون مختلف بالشكل ده، ده معناه ان الماتيريال كده خلاص اتعرفت. دلوقتي اروح على سيميليشن، سيميليشن لو مش ظاهر عندك بروح على سوليد ورك ادنت، بعد كده بدوس على سوليد ورك سيميليشن واستنى شويه الاقي ان سيميليشن تابز ظهر، او انا زي ما قلنا كليك يمين اروح على تابز. تمام اروح على تاب وهبدا ادور ادور، الاقي ان سيميليشن افعلها من هنا مش متعلم عليها، ممكن تدوس عليها خلاص تبدأ تظهر عندك هنا، تبقى ظاهر على طول. بقى اروح على نيو ستادي واقول ان دي مثلا ستاتيك سيميليشن، دي بس مجرد نيم مش اكتر، ده نوع السيميليشن اللي انت عايز تعمله، احنا شغالين على ستاتيك سيميليشن. من الواضح ان من الرسمة اللي عندي ان الجسم بتاعي متثبت على الحيطة او متثبت على جزء من الناحية دي، ايا يكن متثبت عليه، بس المهم ان الجسم عندي ككل هو متثبت منين. طيب احنا زي ما اتعرفنا من الفيديو اللي فات على الانترفيسنج، فشوفنا من خلال الانترفيسنج ان في حاجه اسمها فيكسد جيومتري. فيكسد جيومتري بانواعها المختلفه، سواء فيكسد الفايزر او الرولر سلايدر، فيكسد انجل، هنبدا نتعرف على كل انواع السبورتز والادفانسد فيكسر. خلينا في ابسط انواع الفيكسد جيومتري، وهي الفيكسد جيومتري ابسط انواع الفيكسد او الفيكسشر بشكل عام، هي الفيكسد جيومتري. لو رحت ضغطت على الفيكسد جيومتري، اول نوع عندنا اللي هو الفيكسد جيومتري، من الواضح من الاكزامبل اللي بيوضح لك الانيميشن ده ان الفيكسد ده بيثبت لك المنطقه اللي انت عايز تثبت منها، او بيثبت لك الجسم بشكل عام من الاكس والواي والزد. يعني لو انا عندي 3 محاور سين اكس وواي وزد، عندي نوع حركه اللي هو ترانزيشن، ونوع التاني اللي هو روتيشن، يبقى بالتالي بيثبتوا لي كديجري اوف فريدم 6 ديجري اوف فريدم، 3 ترانزليشن 3 روتيشن، يبقى توتال 6 ديجري اوف فريدم. هو بيثبت لك الجسم بشكل عام ان 6 ديجري اوف فريدم اي ان الجسم ساكن تماما ثابت، ما بيتحركش في اي مكان، لا اكس ولا واي ولا زد از ترانزليشن، ولا اكس وواي وزد از روتيشن. فانا كل اللي انا محتاجه ان انا اختار بس يا اما ايدج يا اما اختار فيس. انا ممكن ان انا اختار الفيس بتاعتي، كده انا ثبتت الجسم من الناحيه دي زي ما موجود عندي في الاكزامبل بالظبط. طيب وبالتالي بيبدأ يظهر لك انديكيشن كلون كده، هنلاقي ان هي العلامة نفسها اتجاه اسهم يمين شمال، او اتجاه في الاكس واتجاه في اتجاه في الزد واتجاه في الواي، ده معناه ان هو متثبت في ال3 محاور لكل انواع الحركة اللي موجودة عندك. طيب وطبعا بتبقى انديكيشن لشخص تاني لو بياخد منك الجسم ده، او بياخد منك الستاتيك سيميوليشن اللي انت عاملها، يبدأ يعرف اماكن التثبيت فين. فلو شاف العلامات الخضراء دي يعرف ان هنا الاسهم الخضراء، يعرف ان هنا في منطقه تثبيت، ويعرف كمان نوعها ايه. طيب لو بصينا شويه على
تخلي بس الادفانسد دلوقتي لو بصينا على السيمبل سيتنج انت بس بتعدل في الكولر، كل ده ملهاش لازمه كالوان وكده، وبعد كده تدوس اوكي. فعلا اللون الاخضر بتاعنا المشهور بتعدل كمان في السايز بتاع السيمبل نفسه، لو انت مش شايفه ممكن تكبره شويه بيبدأ زي ما انت شايف اهو السيمبلز بدأت تكبر. طيب في حاجة تانية عندي اللي هي السبلت. السبلت دي انت ممكن تعرفها من قبل ما تخش على السيميليشن تاب، او ان انت تبدأ تعملها وانت داخل السيميليشن تاب نفسها وبالاخص داخل الفيكستشر. كل الحكاية ان انت بتدوس على السبلت، انت محتاج هنا بس لو روحنا على نلغي الفيس اللي احنا عملناه سيلكشن وبعد كده نروح على السبلت نفسها، بكل اللي طالبه منك ان انت في الاول خالص بتكريت سكتش. فكريت سكتش انت بتحتاج البلان ترسم عليه. انا وليكن هختار البلان دوت، بعد كده هبدأ ادوس على امر اللاين، وبعد كده اروح على ميد بوينت لاين وابدأ اعمل السكتش. طبعا هو بيعمل السبريت، هو يقسم لك الفيس ده لتو فيزز. يعني ايه هيقسم الفيس لتو فيزز؟ يعني لو انا عايز اطبق الفيكستشر او الفيكس جيومتري على منطقه معينه من الفيس، اقدر ان انا اعملها من خلال الميزه او خلال الفيتشر اللي هي السبليت. طيب دلوقتي انا خلصت، اعمل اكزيت سكتش هيرجعني تاني للسكتش، هبدا اختار الفيس اللي انا عايز اعمل عليها، فانا هختار الفيس دي تمام. بعد كده هعمل كرييت سبليت، فهو يعمل ايه؟ يعمل زي اسقاط او بروجكشن لللاين ده او السكتش ده، هيجيبه على الفيس دي ويقوم قاسم لي السطح نصين. طبعا انا ممكن اعملها من هنا، ممكن اعملها اصلا من الموديل هنوريكم. طبعا انا عملت كريت، هنلاقي ان ده اتقسم وده بقى جزء وده جزء، يعني هنلاقي ان لما تيجي تعمل سيلكشن هتلاقي ده لوحده وده لوحده. ارجع تاني للتايب هلاقي ده لوحده، اقدر اعمل عليه فيكس جيومتري زي ما انت ظاهر السيمبل ظهرت على النص ده لوحده تمام. لو دوست على الفيس واخترت ده، او ان انا اختار التاني برضه مفيش مشكله كده، انا عندي ده لوحده وده لوحده. ده في حاله ان انا عايز اعمل فيكسد لمنطقه معينه من الفيس او لمنطقه معينه من الجسم تمام. ده بالسبريت. طبعا السبريت نفسه انت تقدر تعمله من الموديل تمام، من الفيتشرز بتاعت الموديل نفسها، وبعد كده بتروح على انزرت فيتشرز او قصدي كيرفس، وهتلاقي حاجه اسمها السبريت لاين. السبريت لاين دي انت ممكن تعملها، حتى انت لو تلاحظ السبريت اللي احنا عاملينها من السيميليشن هي نفس الشكل، هي تمام نفس الامر، بس مع اختلاف اتعمل فين اتعمل امتى. ممكن تعمله من الموديل قبل ما تدخل على السيلكت سيميليشن نفسها، وبنفس الطريقة هو بيبقى محتاج إن أنت تكريت سكتش وبعد كده بتعمل له إسقاط على السطح اللي عندك. أرجع تاني للستاتيك، طبعا خلاص عرفنا الفيكس جيومتري. طبعا أنا خلاص هثبت من الفيس مرة واحدة، فأنا هلغي السبليت همسحها بس هعملها ديليت. أرجع تاني للفيكس جيومتري وأبدأ أديفاين الفيس بس يبقى هو الفيس ده اللي عندي هو الفيكس بالنسبة للإكسامبل الموجود عندي. بعد كده اهايد بس ال من الشو بس نهايد البلانز وخلاص كده. ممكن كمان نهايد السكتش، نروح على السكتش اللي دي وبعد ادوس عليها يخفي لك السكتش ده، بس مبيبقاش ظاهر عندك غير السيمبلز الخاصة بيه الفيكسد جيومتري. بعد كده هنبدأ ان احنا نطبق الفورس اللي عندي. اول فورس عندي 10 كيلو متر في اتجاه الشد، فبروح على حاجة اسمها اكستنال لود سواء من هنا او من هنا. رحنا على السام نلاقي ان نوع اللود انت عايز تطبقه هل هو نورمال فورس عادية ولا تورك ولا بريشر جرافت، كل الانواع دي هنتطرق ليها بعدين. هنبدأ اول حاجة هي نومينال او نورمال فورس العادية. كل الحكاية اللي هو بيحتاج منك ان انت تسيرلكت فيسز او شيل او ايدجز او نورمال فورس عشان تعمل تطبق عليه نورمال فورس، يبقى انا محتاج فيس او شيل او edges. فانا عندي المتاح عندي هو الفيس، فانا هطبق الفورس على الفيس دي. لو تلاحظ ان السهم اللي هو او السيمبل بتاعت الفورس في اتجاه الايه، اتجاه الكومبريشن، وانا عندي في الرسمه اللي عندي اتجاه تنشن، فانا عايز بس اعكس الاتجاه. كل اللي عليك ان انت تدوس على ريفرس دايركشن هتلاقي الاتجاه ايه اتعكس. طبعا ان انت عندك حاجه اسمها نورمال او عندي ان انا اعمل سيلكت دايركشن، ده لو انا عايز اخلي الفورس دي في اتجاه معين، بمعنى ان هي ما تكونش نورمال، اي ان اتجاه الفورس ما يكونش عمودي على الفيس، يكون واخد زاويه. ممكن الفورس تكون جايه في زاويه كده او جايه في زاويه كده، كل ده اقدر اعمله ان انا لو عملت سيلكت دايركشن يبقى ان انا الفيتشرز او الكات موجوده عندي تتغير. لو دوست سيلكت دايركشن لان في حاجات جديده ظهرت. طب دي خلينا نتطرق ليها بعدين. خلينا ان احنا دلوقتي نشتغل
حاجات بسيطة خالص عشان ما نبقاش الموضوع صعب عليه. فهبدأ في البداية خالص اختار نورمال العادي. نورمال يبقى انا محتاج فورس فيس، والفورس هتبقى عمودي عليه. طيب كل الحكاية ان هو محتاج بس منك الفاليو بتاعة الفورس نفسها، هي 20 كيلو ايه، بصينا عليها تاني اللي هي 20 كيلو نيوتن او 10 كيلو نيوتن، 10 كيلو يعني 10,000 نيوتن. تمام، عشر تلاف نيوتن. هنا في حاجة اسمها نون يونيفورم ديستريبيوشن، دي خاصة بإن أنت لو عندك كومت فورس أصلا مش بتتوزع بشكل منتظم. تمام، هو بيبقى محتاج منك كوردينيت سيستم، وبعد كده بتبدأ إيه أنت تشتغل. طبعا إحنا مش هنشرح برضو الحاجات دي دلوقتي، أنا هفترض إن أنا شغال برضو ديستريبيوشن بتاعتي يونيفورم مش نون يونيفورم. السيمبل سيتنج اللي عندي برضه نفس الفكره بتاعت الايه fixtures، ان هو بيبقى بتتحكم في السيمبل سايز، وبتتحكم في الكولرز بتاعت السيمبلز اللي هي اللي قدامك. ف خليها مثلا 200، هنلاقيها زادت بس عشان تبقى ملحوظة عندك، أو تبقى شايف اتجاه الفورس بشكل، لو صغرت أو كبرت تبقى شايف الفورس فين كاتجاه وككل حاجة. أبدأ أدوس إيه، أوكي ماشي، هو أنا بس مفعل النون فورم خلاص ألغيها، بس أدوس أوكي. نيجي بقى للفورس التانية وهي ال 30 كيلو نيوتن في اتجاه الضغط، اتجاه الكمبريشن. أروح برضو إكسترنال لود، كليك يمين فورس، نفس الفكرة برضو بقى محتاج مني فيس، أختار الفيس ديت، هنلاقي هو تلقائي عمل اتجاه كالكمبريشن. فخلاص ابدا بس احط الفاليو، وهي 20 كيلو نيوتن، يعني قصدي 30 كيلو نيوتن، يعني 30,000. لو عايز اغير اتجاه بالشكل ده، وعندي ان في حاجه قلنا سيلكت الدايركشن دي برضو، عشان بس قلنا كل حاجه سيلكت الدايركشن. ممكن ان انا لو باثر بفورس على حاجه مدوره وعايز اخلي الفورس دي تمشي في اتجاه يا اكس يا واي يا زد، بمعنى ان انا بدوس سيلكت الدايركشن، بعد كده اخترت الفيس المدور ده. كل الحكاية ان هو بيقول لك الدايركشن بتاعك، فلازم تختار دايركشن. الدايركشن ده محتاج ايدج او لاين، فكون انا اصلا راسم لاين في البداية. تمام، فهتلاقي ان اتجاه الفورس خد اتجاه الايه، يعني خلينا بس عشان الناس تبقى واخدة بالها، خلينا نروح للموديل او ما نروحش الموديل، احنا كنا اصلا عندنا سكتش اوريدي اللي هو ده. ففي السيلكت دايركشن انا هختار السكتش ده، لان الفورس بقت بتأثر بشكل نورمال على السطح. تمام، ده حاجة مدورة. كل الحكاية إن أنا أبدأ أدخل الفاليو بتاعتي هنا بس مش أكتر. طيب أنا هشتغل على النورمال عادي، هلغي بس الفيس اللي أنا عامله سيلكشن وأختار الفيس دوت. تمام، أغسل السكتش خلاص مش محتاجه، وأحط الفاليو بتاعتي 30,000. عايز أكبر السيمبل سايز زي ما اتفقنا، خدناها 200 زي التانية. بعد كده ضغطت اوكي، كده احنا كبري بروسيسنج زي ما اتعودنا. تمام، فاضل بس خطوة هي المشي، بمعنى ان انا اول حاجة رسمت الموديل، جهزت الموديل اللي عندي، بعد كده بدأت استخدم في البروسيسنج بتاعت السيميوليشن، عرفت الماتيريال طبعا، وبعد كده عملنا ابلاينج الكونسترينز ان احنا عملنا فيكسد جيومتري على الفيس بتاع الجسم اللي هو هنا، بعد كده بدأت ابلاي اللود اللي عندي بمختلف انواعها واشكالها. بعد كده فاضل عندي خطوة المش. فلو جينا ضغطنا على المش، كل الحكاية انها كريت مش، فانا لو بعمل مش من اول جديد هعمل كريت مش. كريت مش هنلاقي اول حاجة المش دينست نفسها، وزي ما احنا فاهمين في كورس لما خدنا قبل كده اصلا السيشن بتاعة المش، لو رجعنا ليه هنفهم بقى الفرق ما بين الكورس والفايل. فطبعا البرنامج تلقائي بيكون حاطط لك السهم ده في منطقة هي الانسب بالنسبة للشكل بتاعك. تمام، ده زي ريكومند دي. فانا ابدا ان انا اقرب السهم ده للكورس او ان انا اوديه للفايل. خلينا لو وديناه للكورس ونشوف اللي هيحصل على الشكل اللي عندي. هنلاقي ان انا عندي element size كبيره، اهي هنلاقي ان element size اللي هي شكل المثلثات دي حجمها كبير جدا، وبالتالي انا هوصل او هطلع في الاخر results مش اقرب للواقع. تمام، مش دقيقه. فانا ارجع تاني للكواليتي بتاعتي واعمل delete وعمل كريت مش من الاول،
ابدا ان انا اخليها فاين وابدا اشوف الفرق، هنلاقي ان الالمنت سايز بدات حجمها يقل جدا، وده معناه بيديني انديكيشن ان انا هوصل لريزلت هي اقرب للواقع واقرب للنواتج اللي انت طلعتها كثيوريتيكال. لو حليت المساله بتاعتك ورقه وقلم هتطلع شويه ريزلت، تبدا تقارن الريزلتس دي اللي انت طلعتها على البرنامج، هتقارنها باللي طلعتها في الورقه بالورقه بتاعتك. طيب اروح تاني للمش، الاقي ان انا هعمل بس ريسيت هرجعه تاني. عندي شويه حاجات هنا اسمها مش بارامترز. المش بارامترز دي تحدد فيها شويه حاجات، زي ايه مثلا؟ انا اول حاجه اليونت بتاعتك اللي شغال بيها ابعاد المش سايز نفسها، يعني ابعاد الاليمنت. الاليمنت لو كان على شكل مثلث اللي احنا شفناه، عايزين نشوف نسبه طوله بالنسبه للعرض، دي بنسميها لو نفتكر الاسبكت ريشيو، حاجه اسمها الاسبكت ريشيو. طبعا كل ما الاسبكت ريشيو دي بتقرب لواحد كل ما بتوصل لريزلتس كويسه، تمام؟ ده اللي هنلاحظه هنا، ان نسبه الطول للعرض قريبه من بعض، بالتالي نخليها قريبه للواحد. طبعا بتتحكم في شكل الاليمنت شيب نفسها، تقدر تتحكم في الاليمنت سايز نفسها، كل ده بيوصلك لريزلتس كويس، تمام؟ طيب هنا الاوبشنز طبعا ادفانس دي هنطرق لها بعدين، بس خليها مش دلوقتي. في عندنا في الاوبشنز سيف سيتنج وذاوت ميشنج، ان انت عايز النواتج لما تيجي تطلع الريزلتس بتاعتك يسيف الميشنج ولا ما يسيبهاش، بس مجرد بس. والران سولف ذا اناليسيس، ان هو يرن اول ما تعمل مش هو يبدا يرن على طول تلقائي، مش ان انا استهلك خطوه تانيه واروح ارن. دوس اوكي، فاضلش غير ان انا ابدا ارن السيميشن او ارن الستاد. لو دوست على السالفه في حاجه اسمها كريت مش، هي نفسها يعني لو انت نسيت تعمل مش، فهو بيفكرك ان انت ممكن تكريت مش او ان انت تران ستادي لو انت عملت مش، وممكن تران من غير ما تعمل مش، هو يعمل لك مش تلقائي بيبقى عباره عن مش اند ران، يعني هو يعمل مش تلقائي لوحده وبعد كده يران لو دوست ران لو انت ناسي تعمل مش. هبدا بس استنى البرنامج يحل، الوقت اللي بياخده على حسب الميشنج نفسه، نوع المشي اللي انت عامله على حسب سرعه الجهاز او التايم بلاستيك. تعالى بقى بعد ما عملنا رن وبدا يظهر عندي في ريزلتس شويه حاجات كده اللي هي الستريس والسبيسمنت سترين والسبيسمنت. اول حاجه في الستريس طبعا ما فيش اي حاجه ظاهره، كل عليك بس انت تضغط دبل كليك على الستريس او كليك يمين وتعمل شو، لو هي معمول لها هايد فانا بدوس كليك يمين وبعمل لها شو ستريس. طيب خلينا نبدا نشوف النواتج بقى، ازاي نتعرف على النواتج اللي عندي. طبعا الفون ميسز دي زي ما اتفقنا الطريقه اللي البرنامج بيستخدمها في الحل، كنا ذكرناها لما في الحته الخاصه الجزء الخاص ب نيوتن رافسون والفاينت ايمت اناليسيس نيميريكال والحاجات دي كلها. فالفون ميسز دي الطريقه اللي بيستخدمها في ايجاد الاستريس. طيب لما نيجي نتعرف على البرنامج او نيجي نتعرف قصدي على معلش الريزلتس نفسها، هنلاقي ان عندي حاجه اسمها يلد ستريس، ونبدا نشوف الالوان دي تدريج الالوان. ده انديكيشن لحاجه مهمه جدا. اول حاجه اليلد سترينث، طبعا زي ما اتعرفنا قبل كده ان اليلد سترينث دي المنطقه الفاصله ما بين الالاستيك زون والبلاستيك زون، واللي بعدها البرنامج بيبدا قصدي مع ذات كل شويه البرنامج قصدي ان البارت نفسه بعد المنطقه دي او بعد الفاليو دي يبدا يخش في البلاستيك زون، وده معناه ان دي حاجه مش كويسه، او ان البارت اللي عندي او الجيومتري اللي عندي بدا ان هو يخش في منطقه الفيلير، او مش نقول الفيلير، بدا ان هو بالنسبه ليا انا ك انجينيرنج ديزاين لحاجات ميكانيكال او بعمل سيميليشن، دي حاجه مش كويسه ان البارت ده مش هيستحمل اللود اللي انا حاططها دي. طيب هل انا ازاي اتعرف ان البارت ده سيف ان هو هيستحمل ولا لا؟ بكل بساطه ان انا ببدا اقارن ما بين اقصى قيمه عندي والماكس او اليلد سترينث. طبعا اليلد سترينث ده شيء خاص بالماتيريال، يعني القيمه دي ثابته، ثابته لايه؟ ثابته للماتيريال اللي انت مستخدمه. يعني انا مستخدم الوي ستيل، يبقى بالتالي القيمه اللي هي 6.2 في 10 اس 8 دي قيمه ثابته للماتيريال نفسها اللي هي الوي ستيل. اما القيمه اللي طالعه لي في الفون ميسز اللي هي بتبقى النيوتن بالمتر سكوير، دي القيم دي طالعه لي من اقل قيمه اجهاد اللي هي 5.4 في 10 اس 6 او لاعلى قيمه اجهاد عندي. طبعا لو في ناس ما بتعرفش تقرا بالقيم دي، ممكن بكل بساطة بتروح على الستريس نفسها بتعمل edit definition وبتبدأ تخش على التشارت اوبشنز، بتخليها بدل ما هي normal قصدي scientific بتخليها بس floating، وتبدأ القيم عندك تتحول للميجا باسكال القيم اللي انت تعرف تقرأها. فكده اضغط اوكي. طبعا في شوية بارامتر هنا زي ال display option، لو انا عايز اشوف ال minimum annotation وال maximum annotation بيبدأ يظهر لك قيمة الاماكن اللي فيها اقل قيمه الجد والمكان اللي فيه اعلى قيمه الجد بالنسبه للبارت اللي عندي ده. ف
فهو بس الغرض منه ان هو بيحدد لك المكان. طبعا المنطقه الزرقاء اللي هي باللون الازرق في السيميليشن دي اقل قيمه عندها قيمه ايجاد، والمنطقه الحمراء ودي الفاليو بتاعت القيمه اعلى قيمه، اعلى قيمه موجوده عندي، دي المنطقه اللي هي زي ما انت شايف دي المنطقه اللي بيكون عندها اعلى قيمه ايجاد عندي. بعد كده اقوم دايس ايه، دايس اوكي. طبعا في خلاص كده طبعا دايس اوكي، هنلاقي ان في حاجه اسمها لو دوسنا على ستريس في حاجه اسمها ديفورميشن سكيل. يعني ايه ديفورميشن سكيل؟ 500 532 بوينت، ده معناه ان السكيل اللي انت شايفه اللي بيحصل، يعني لو بصيت كده شايف الحته اللي هي باللون الاورنج ده، اللاينز اللي هي يعني معموله ده قبل ما الشكل يحصل له ديفورميشن. يعني الشكل قبل ما يحصل له ديفورميشن كانت الجزء ده او الفيز ده كان موجود هنا، بعد ما ضغطت انت بالفورس دي بدأ ان هو يتحرك في الاتجاه ده بالمقدار ده. طبعا انت شايف ان المقدار ده كبير، هو في الحقيقه مش كده، في الحقيقه ان المقدار ده او التغير ده قليل جدا جدا جدا، بس هو اتعمل له سكيل، اتضرب في فاكتور كده خلى ان السكيل بتاعي يبقى ملحوظ بالشكل اللي قدامك ده، انت بعينك تبقى ملاحظه بس، ده مجرد انديكيشن ليك مش اكتر. تمام. طيب خلينا نشوف هنا برضو، لو بصينا كده على الشكل هتقول ان الشكل ده بدايته كانت فين؟ كانت هنا صح، وبدأ يضغط ازاي وانا بطبق فورس في اتجاه الشد المفروض يسحب لي ان ده الاوريجينال، ده الاوريجينال البوزيشن بتاعي قبل ما يحصل، قبل ما اطبق اللود. بعد ما طبقت اللود لقيته بيرجع مش بيروح في اتجاه الشد، ده معناه زي ما قلنا في الاول ان قيمه الكومبريشن اعلى، وبالتالي النت فورس بتاعتك في اتجاه الشمال في اتجاه الكومبريشن، فالجسم ككل انضغط. تمام. تاثير العشرة ديت هي لاشت شويه من تاثير الكومبريشن. تمام. بس فبقى تاثير الكومبريشن ما بقاش كبير زي لو انا حطيت الفورس اللي هي التنشن في اتجاه ده، بس ستيل كديفورميشن بيحصل كومبريشن في اتجاه القيمه الاكبر وهي 30 كيلو نيوتن. يبقى عرفنا السكيل ده هو سكيل كبير شويه، وعشان انا ابقى في السيف زون بالنسبه للستريس ان يكون الماكسيمم ستريس اقل بكتير من اليلد ستريس. يعني انا عندي طالع ب 275، وده قلنا خاص بالشكل نفسه، اما اليلد ستريس دي خاصه بالماتيريال، فاعلى ماتيريال اعلى قيمه ستريس او اعلى قيمه انجاد بالنسبه للماتيريال هي 620 ميجا باسكال. اما بالنسبه للشكل نفسه طبعا بيختلف الشكل، كل ما الشكل بيتغير كل ما بتاخد قيم مختلفه اكيد في الريزلس اللي عندك، وبالتالي اعلى قيمه انجاد بالنسبه للشكل 275، ولو قسمت الاثنين على بعض هيديني فاكتور اوف سيفتي. طبعا بالنسبه للال او اس تي يفضل ان من 1.6 ل 2.5، ده بالنسبه لليلد الال او اس تي قيمه الفاكتور اوف سيفتي هنتعرف عليها دلوقتي. بس خلينا الاول في حته الاستريس. طب خلينا نشوف الانيميشن اللي بتحصل، هل الانيميشن دي طبيعيه ولا لا؟ يعني ايه انيميشن؟ يعني قيمه التشوه او اتجاه التشوه او اتجاه الديفورميشن اللي بيحصل، هل هو منطقي؟ لو جينا ندوس كليك يمين على الاستريس وضغطنا على انيميت هنبدا نشوف. طبعا هو بيتحرك بسرعه، ممكن ابدا اتحكم في السرعه بتاعتي واتحكم في الريزوليوشن وابدا اشوف التشوه بتاعي اللي بيحصل. تمام. هنلاقي ان البارت قبل ما يتضغط، قبل ما اطبق الفورس كان في الاتجاه ده، بدأ يحصل له كومبريشن ككل بقى في الاتجاه اللي هو ناحية الشمال. طبعا بالنسبة للألوان هرجع تاني أقولها إن الألوان زي ما احنا لو كبرنا هنا دي أكتر منطقة بيحصل عندها إجهاد، وهي الكتف بتاع البارت نفسه، لأن الألوان الحمراء دي اللي عندها أعلى قيمة إجهاد اللي هي 275. يبقى لو عايز تعرف 275 ميجا باسكال دي موجودة فين في البارت، هي عند المناطق الحمراء زي ما هو موضح الإنديكيشن لاينز بتاعتي بالجراديانت بتاع الالوان او الجراديول بتاع الالوان نفسه، توزيع الالوان، والمينيمم نفسه في المنطقه دي، ده المينيمم اللي هو 5.4 دوت ميجا باسكال موجود في المنطقه دي بالتحديد. وطبعا برضو الالوان الزرقاء دي كلها نفس الكلام. طيب ده بالنسبه للسيرف، بالنسبه للانيميشن عشان نعرف اتجاه الانيميشن بتاعي. طبعا لو انا عايز اشوف الترو سكيل دوس كليك يمين وبعمل ايديت ديفينيشن وببدا ان انا ادوس ترو سكيل. لو دوست ترو سكيل بعد كده دوست اوكي هنلاقي ان مفيش ديفورميشن ظاهر مكان اتجاه اهو، حتى قال لك الديفورميشن سكيل واحد، ده معناه ان مفيش سكيل اصلا، مضروبه في واحد السكيلنج بتاعك مضروب ايه. طيب بالنسبه بقى للديسبليسمنت، وقبل الديسبليسمنت خلاص احنا اتعرفنا على الانيميشن، بس في حاجه كده عايزين نقولها بس في اخر حاجه على الانيميشن، ان انت ممكن تعمل سيف للفايل نفسه بتاع الفيديو، انت لو عايز تحطها تعمل لها مثلا فاليديشن للريكورد بتاعتك، بتعمل ريبورت مثلا ما
فانت عايز تعمل فاليديشن للقيم وتعمل فاليديشن للصوره بتاعه السيميليشن وتوزيعه الفورسز او توزيعه القيم بتاعه الجهد على البارت عندك. فده تقدر تعمله من سيف از اي في اي فايل، بعد كده بتختار الفيو ميديا بلاير، بعد كده بتعمل سيف. تمام، قبل ما تعمل سيف بقى زي ما بتتحكم بقى في السرعه بتاعتك. تمام، طبعا مفيش انيميشن واضحه عشان احنا عاملين ترو سكيل. زي ما قلنا لو هلغي الترو سكيل اروح لإيديت ديفينيشن وابدا ان انا الغي الترو سكيل او اخليها اوتوماتيك. تمام، واقدر ان انا كمان بس بعد كده ادوس اوكي، ابدا تاني اروح للانيميشن وابدا اشوف هلاقي ان السكيل اللي هو ضرب فيه رجع تاني للوضع الاصلي. ابدا اتحكم في السرعه، ازودها اقللها، كل ده اقدر اعمله. اقدر اتحكم كمان في الفريم بتاعي عشان الكواليتي بتاعت الحركه نفسها تحس ان هي كريزوليوشن عاليه. بعد كده بتعمل سيف از للفايل بتاعك، ولو هتعمل هتحط الفيديو ده في ريبورت او هتحطه في اي، قصدي هتحطه في برزنتيشن مثلا، ما تقدر تحطه وتوضح الفاليوز بتاعتك المحتاجه. طيب بالنسبه للديسبيسمنت عشان تظهرها زي ما اتفقنا، كليك مين اند شو او دبل كليك وهتظهر كل حاجه. برضو نفس الفكره، هنشوف نفس الجراف اللي عندي او الجريدينت بتاع الالوان من الازرق للاحمر، وده الشائع في السيميليشن. كل حاجه لو عايز اخد برضو شويه ديفينيشن عامل ايه ديفينيشن عن ديسبيسمنت، نفس الفكره برضو بشرط اوبشنز. لو عايز احول الريزلتس اللي عندي دي من القيمه الاكسبوننشال لقيمه من الساينتفك لفلوتنج، فتبدا القيم تتحول بالمليمتر للستاندرد اللي انا عارفه، او دي مجرد فورمات للكتابه او شكل. طيب نفس الفكره، ممكن اعمل شغل المينيمم انوتيشن والماكسيمم، ابدا اشوف ان اقل قيمه بيحصل عندها ديفورميشن طبعا هي عند منطقه التثبيت، لان دي منطقه متثبته فما بتتحركش، فبالتالي هنا اقل قيمه ديفورميشن هتكون عند منطقه التثبيت. طب اعلى قيمه ديفورميشن اكيد عند منطقه اللي انا ببدا اثر عندها بلود، فمنطقه تاثير البلود كانت هنا، لو جينا بالسكيل الكبير ده هبدا اشوف ان دي منطقه البدايه، وبعد ما حصل اللود اتطبق بدا ان السكيلنج او السكيلنج اللي احنا ضربناه فيه حصل ديفورميشن في اتجاه الكومبريشن، لان هنا اعلى لود اللي هو 30 كيلو نيوتن. تمام، وبالتالي هنا قليل، المنطقه هنا قليله لان 10 كيلو نيوتن قليله بالنسبه لتاثير اللود اللي هو الاكبر اللي هو 30 كيلو نيوتن ككومبريشن. طبعا دي شويه بارامترز مش هنتطرق ليها دلوقتي، خليها بالستاندرد الموجود ما العبش فيها وخلاص. ديفينيشن برضو نفس الفكره، لو انت عايز تشوف الديفينيشن تعملها ترو سكيل عشان ما تشوفش التغير الكبير ده، او خليها عشان لو انت بتعمل فاليديشن للدايركشن اللي يحصل فيه ديفورميشن. طيب كده انا عرفت الديسبيسمنت، عايز اشوف انيميشن برضو للديسبيسمنت، برضو اروح على انيميت ونفس الفكره برضو، ازود السرعه، اتحكم في الفريم سكند نفسها، اول مره بيعمل كالكوليت وبعد كده بتبدا خلاص تشتغل معاك. يلا ندوس ايه اوكي. طبعا برضو نفس الفكره، الستريم برضو نفس اللي انت هتشوف اعلى واقل قيمه اجهاد، او اعلى قيمه سترين واقل قيمه سترين واعلى قيمه سترين. وفي حاجه تانية برضو، طبعا خلاص احنا شفنا القيم ان 0.94% ده مليمتر، يعني التغير اقل من الملي بكتير. تمام، فده معناه ان ده كده سيف، يعني قيمه التشوه اللي عندي قليله جدا. في حاجه تانية في ريزلتس فاكتور اوف سيفتي، انت ممكن تحسبها عادي وممكن انت البرنامج يطلعها لك جاهزه. طبعا في شويه حاجات متعرفه اوتوماتيك، في حاجات انت ممكن انت ايه تظهر زي الـ Define Factor of Safety، فأنت بتسيب كل حاجة بالستاندرد وأنت فاهم بقى الـ Factor of Safety والـ Parameters بتاعته. ممكن أدوس أوكي على طول، هيبدأ يطلع لك قيمة الـ Factor of Safety 2.3، فده رقم كويس. عايز أشوف برضو الـ Values بتاعت أقل قيمة Factor of Safety وأعلى قيمة Factor of Safety برضو بنفس الفكرة، بروح على كليك يمين على كده بدوس لا لا هي مش في Factor of Safety خلاص، هي يعني القيمة ظهرت عندك فوق أصلا، فأنت مش محتاج إن أنت تظهر القيمة بالـ Manger Scale. طبعا دي القيم اقل قيمه واعلى قيمه عندك كفاكتور اوف سيفتي. طبعا انت بتهتم بالمينيمم فاكتور اوف سيفتي، تمام، مالكش دعوه بالماكسيمم. انت اقل قيمه فاكتور اوف سيفتي دي اللي عندها بيبدا اللي هي عندها بيحسب لك اليلد سترينث بتاع الماتيريال، بتقسمه على الماكسيمم سترينث بتاع الشكل نفسه. تمام، يعني انا رحت على الستريس وقسمت القيمه 620 ميجا بسكيل على 275، هيطلع لي 2.3 اللي هو حاسبها لي وطلعها لي. ده معنى الفاكتور اوف سيفتي. طبعا احنا كده خلاص، احنا مش هنطول اكتر من كده، كفايه اتعرفنا على شويه حاجات بسيطه بالنسبه للبري بروسيسنج، جهزنا البارت بتاعي او الموديل، بدات اعرف ماتيريال، بدات اخش على البيوسز ان انا ابدا اطبق الفيكسرز اللي عندي استخدمنا منها فيكس جيومتري، وعرفت ان انا بثبت من الاكس والواي والزد والروتيشنز في الاكس والواي والزد والترانزليشن برضه بثبت في الست محاور او الستة ديجري فريدم المعروفين، معذره يعني ستة ديجري فريدم.
تمام في الثلاث محاور. طيب وبعد كده بدأنا ان احنا نابلاي فورس باتجاهاتها المختلفة، عرفنا الكومبريشن والتنشن فورس بدأنا ان احنا نطبقهم. بعد كده بدأنا نعرف اخر خطوة خالص وهي المش، وعرفنا الفرق بين الكورس والفاين، وبدأنا نشوف ده بشكل ملحوظ اكتر في المش نفسه بدأ لما يظهر على البارت اللي عندي. بعد كده بدأنا ان احنا نعرف بعض تعرف على بعض الريزلتس زي الستريس والديسبليسمنت واعلى قيمه واقل قيمه واليلد سترينث، وتعرفنا على الفاكتور اوف سيفتي، وبالنسبه طبعا بيختلف القيم الانسب بالنسبه للماتيريال طبعا. ده كان فيديو النهارده، ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه بنتعرف على شكل على حاجات تانية في الفيكسد جيومتري زي الرولر سلايدر والفيكسد هنج والاستيك وحاجات تانية في الادفانسد، وشويه حاجات برضو خاصه باللودز، انواع اللودز المختلفه سواء البريشر جرافيتي تورك او الديستريبيوشن او الريموت فورس نفسها. كل ده هنتعرف عليه في الفيديوهات الجاية. أشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، والسلام عليكم.